بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في قناة باقة أفكار مع فيديو جديد وتعرف على نبات جديد، وهو نبات البرتلاكة أو ما يسمى صباح الخير، واللي بتختلف أسماءه في الدول العربية، بيسمى المحكمة أو يسمى في الكردية ناز ناز، وفي الشام يسمى أيضا اسم سراي. النبات عصاري سهل جدا إن احنا نعمله إكسار، زهرته بتتفتح في الصباح الباكر وتقعد طوال فترة النهار أثناء وجود الشمس، وبعد كده بيحصل لها نعاس أو غموض، وسهل جدا إكساره في البيت. ألوانه للأزهار متعددة، في منها الأبيض، في منها الفوشيا، في منها الأورنج. سهل جدا إن احنا نعمل له إكسار، يا إما بالعقلة الطرفية يا إما عقلة وسطية. بتبقى منابت الجذور باينة على السقان لما احنا نيجي نزرعها في عقلة طرفية. أنا ممكن آخد عقلة طرفية بالشكل ده اهي، وهقصها وهحطها في القصيص بتاعي، او ممكن اخد عقلة وسطية زي دي واحطها افقية كده بالشكل ده، هلاقي ان فيه منابت سقان اهي هتطلع جديدة، وسهل جدا ان انا اراعيها واخدمها، مش بتحتاج لرعاية كتير جدا. نبات متحمل العطش وشدة الحرارة، جميل جدا لو انا حطيته في احواض في البيت او في البلكونة. اهو وبعد كده برويه شوية مية، ممكن اخد عقلة تانية طرفية اهي واغرسها برضو في التينة بالشكل ده. نصيحتي لكم انكم تهتموا بري النبات لانه هو بحب جدا للمية، وبيديني كثافة نباتية جميلة في وقت قصير، وسهل جدا ان احنا نتعامل معه. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، وتدوروا على النبات وتزرعوه وتستمتعوا بصحبة نبات جديد من نباتات الزينة. شكرا والى اللقاء، السلام عليكم.